طيب هنبص على رقم 4. هو بيقول عندنا for the difference amplifier in the figure below. تمام، هو بيقول هو مدينا الفيجر ده، ده برضو طبعا فيجر differential amplifier. بيقول عايز يعرف ال voltage gain اللي هو ال V out على ال VID for the case R1 بتساوي R3 5 كيلو و R2 بتساوي R4 100 كيلو. اتفقنا لما نشوف يعني هو مدينا علاقة اللي هي العلاقة ديت، يبقى انا المفروض ال differential amplifier بتاعي على طول، وانا يعني عشان برضو ما نبقاش متلخبطين، يبقى R1 بتساوي R3 و R2 بتساوي R4. يبقى اكتب القانون بتاعي على طول اللي هو ال V out بتساوي R2 على R1 مضروبة في V2 ماينس V1. تمام، يبقى ده القانون بتاعي على طول. طيب هنيجي نقول R2 على R1، R2 قيمتها بكام؟ R2 اللي هي قيمتها مديها لنا 100، على R1 اللي هي قيمتها بكام؟ بخمسة. يبقى 100 على 5 V2 ماينس V1، وهنا ال V out. هو عايز ايه بقى أول حاجة؟ هو بيقول لك عايز يعرف ال voltage gain ال V out على ال V ID. ال V ID يعني يقصد بيها ال volt بتاع ال differential amplifier اللي هو عبارة عن V2 ماينس V1. تمام؟ يبقى ده اللي هو ال input بتاعنا، ال input بتاع ال differential amplifier. يبقى ال gain بتاعي هو عبارة عن V out على ال V in بتساوي 100 على ايه؟ الخمسة اللي هي R2 على R1. يبقى هي عبارة عن 100 على الخمسة اللي هي قيمتها بكام؟ ب 20. يبقى ده كده كان أول مطلوب. تمام؟ طيب المطلوب التاني، المطلوب التاني بيقول لك بيقول هنا what is the differential input resistance RID. هو عايز يعرف ال input resistance بتاعتنا ال R input. تمام، طيب قايل if the two key. بعد كده هو مدينا حاجة تانية، خلينا في الأول في أول مطلوب هو عايز يعرف ال R in. تمام، طيب ال R in دي عبارة عن إيه؟ إحنا اتفقنا ال input بتاعنا هي ال R in، هي عبارة عن ال R input بتاعتنا. طيب يعني ال R اللي عند ال voltage بتاع أو ال input اللي عندي داخل، أنا عندي هنا كام R؟ أدي R1 ده عند أول input، وعندنا R3 عند ال input A التاني. يبقى ال R in اللي هي ال R input في حالة ال differential amplifier هي عبارة عن R1 زائد R3 اللي هي تبقى عبارة عن كام؟ قيمة ال R1 اللي هي كانت قيمتها بخمسة كيلو، و R3 اللي هي كانت ار واحد كانت معلش ار واحد كانت قيمتها ب 100 كيلو، و ار معلش استني احنا نبص هنا، ار واحد كانت قيمتها ب 5 كيلو، و ار تلاتة قيمتها برضو ب 5 كيلو. يبقى هي الاتنين هيبقى قيمتهم بكام؟ 10 كيلو. يبقى 5 بلس 5 اللي هي قيمتها ب 10 كيلو. تمام، يبقى ده اول حاجة كان عايزها مننا. طيب بعد كده بيقول عندنا if the two key resistance ratio R2 على R1 and R4 على R3 are different from each other by 1%. تمام، يعني هيحصل تغير ما بين R2 و R واحد، يعني R2 على R1 و R4 على R3، الفرق ما بينهم 1%. عايز يعرف what do you expect the common mode gain ECM to be. طيب هنيجي نبص كده، هو بيقول ايه؟ احنا عندنا R2، احنا كنا بنقول ان R2 على R1 في الرسمة اللي هو مديها لنا، قايل ان هما الاتنين بيساوي بعض، اللي هي بتساوي R2 على R1 بتساوي R4 على R3. هو كان قايل لنا كده، كان مدينا جيفن اصلا بالاول كده. تمام، طيب هو بقى بيقول ان حصل اختلاف ما بينهم، يعني زي طرحهم فرق ما بينهم 1%، يعني حصل فرق ما بينهم 1%. مش هو الاتنين كانوا بيساوي بعض 100%؟ الاتنين بيساوي بعض 100%، طرح منهم 1%، يبقى فاضل كام؟ 99%. يعني من 100% اللي هما كانوا بيساووا بعض، طرحوا من بعض 1%، فبقوا بيساووا من بعض 99%. يعني معنى كده إن R2 على R1 بتساوي 99/100، ماشي، من كام؟ من R4 على R3. تمام، يبقى ده كده بالنسبة للكلام اللي هو اللي هنا، اللي هو لو أنا عندي two key resistance R2 على R1 and R4 على R3. تمام، طيب بعد كده بيقول what do you expect the common mode gain ACM. عايز يعرف ايه بقى هو هنا بعد ما هو قال لنا الكلام ده؟ عايز يعرف ال ACM ال gain في حالة ال common mode. طيب هو احنا اتفقنا لو أنا عندي ثلاث قوانين
برضو عشان ما نتلخبطش مين الديفرنشال ومين الكومن مود والحاجات ديت، احنا نشوف القوانين بتاعت الديفرنشال امبليفاير. احنا اتفقنا ان احنا عندنا 3 قوانين. اول قانون ساعة ما قلنا ان اللي هو كان 1 + r2 على r1 مضروب في r4 على r4 زائد r3 ماينس r2 على r1، تمام؟ ده كان اول قانون. القانون الثاني اتفقنا لما كان بيقول ان r2 على r1 بيساوي r4 على r3، فكنا بنستخدم القانون اللي هو بيقول r2 على r1 هو عبارة عن v2 ماينس v1، تمام؟ دلوقتي حصل ايه اختلاف ان هما ما عادوش بيساوي بعض، فانا مش هينفع استخدم القانون ده. القانون الثالث لما كان r2 و r1 بيساوي بعض، او r4 يعني و r3 بيساوي بعض، فده معناه كده ان كل المقاومات بتساوي عندنا بعض، فكان ان v2 ماينس v1 على طول. طيب انا ما عنديش القانونين اللي احنا بنشتغل عليهم دول، يبقى انا هشتغل على انهي قانون؟ يبقى انا هشتغل على القانون اللي احنا بنقول ان الـ ACM، هكتب كده، هو عبارة عن 1 + r2 على r1 مضروبة في r4 على r4 زائد r3، تمام؟ ناقص r2 على r1. لو جينا عوضنا بقى هنقول 1 + r2 على r1، انا ممكن اشيل r2 على r1 واحطها بالقيمة الجديدة اللي هي 99 على 100 r4 على r3. يبقى انا هخلي بس مجهول واحد عندي هو اللي هشتغل، يعني هشتغل على قصدي على قيمة واحدة بس. يبقى شلت اللي هو r2 على r1 ده المجهول بتاعي، حطيت القيمة الجديدة اللي هي 99 على 100 مضروبة في r4، r4 اللي هي قيمتها بكام؟ اللي هي 100 كيلو، على r3 اللي هي 5 كيلو اللي هي كام؟ 20، تمام؟ مضروبة في r4 اللي هي قيمتها ب100، يبقى انا هشيل r4 واحطها ب100 على r4 اللي هي ب100 بلس r3 اللي هي ايه؟ ب5 ماينس r2 على r1، هشيل r2 على r1 واقول ان هي قيمتها بكام؟ 99 على 100 في ايه؟ في 20، تمام؟ يبقى انا كده جبت الـ ACM. طلعت الـ ACM يعني الجين في حالة الكومن مود طلع قيمتها المفروض ان احنا عارفين ان هو بيطلع بزيرو، بس هو طلع عندنا القيمة ب 0.0095، لان احنا بيبقى داخلنا اتفقنا فيه جزء صغير من النويز، تمام؟ طيب ده كده بالنسبة لرقم الرقم بي. اخر بقى مطلوب هنا بيقول عايز find the CMMR in the case neglect the effect of the ratio mismatch on the value of ADM. طيب يبقى احنا هنجيب هنا ال SMRR اللي هو الكومن مود في حالة ال rejected ratio، فاتفقنا ان هي القانون بتاعها 20 log، تمام، ADM على ACM. ال ADM اللي هو حالة ال differential amplifier على ال ACM اللي احنا لسه جايبينه، فهي عبارة عن 20 لوج. هنشيل ال ADM ونحط القيمة اللي احنا لسه كنا جايبينها أول حاجة في المطلوب عندنا، تمام، اللي هي في حالة ال differential amplifier اللي هنا كان قيمته بكام؟ كان قيمته ب20 على ال ACM اللي هو حالة ال common mode اللي احنا لسه جايبينها اللي هي ب 0.0095، تمام. طلع قيمتها في الآخر ب66.4 dB، تمام. يبقى ده كده الكومن مود في حالة الريجكتد ريشيو. ده كده كان سؤال رقم 4.